اليوم حنكرموا النداء ديالنا، نداء استنكاري لجميع من سولت له نفسه انه يطعم ويوكل الوليدات هذا الوطن من الاكل اللي هو غير صحي. بمعنى ان اليوم كنشوفوا الدجاج كيتباع، الدجاج الميت كيتباع، كنشوفوا ان اصحاب الكراس كيبيعوا ويشريوا في السوسيس، السوسيس نص بخمسة دراهم كما كيسموه باللغه العاميه انه خان زبنين. اليوم كنوجهوا النداء ديالنا حفظ الصحه، السلطه المحليه اللي قامت مشكوره بحز كميه كبيره اللي بلغات 27 او 28 كيلو ديال 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 اللحم ديال الدجاج الفاسد، وما بينه 65 كيلو ديال الدجاج الفاسد. اليوم كنوجهوا النداء ديالنا نفس لهاد الناس، كروا المحاولة ويعودوا يكرروها لأجل إيقاف هاد المعنيين بالأمر اللي كيسموا المواطنين وضرب من حديد لكل من سولت له نفسه. اليوم كنشوفوا أن الدجاجة كتباع بثلاثة دراهم ميتة، كتريش وكتجي وكتباع في نصاصات ديال سميتو خان زومنيك ما كنسميوه صوصيص أو لا دجاج أو لا. أنا ما كنعممش على كل شيء، بالعكس كاين الناس اللي كياخذوهم والناس كنعرفوهم حنايا، مش لهم من المصداقية والكفاءة، لكن هذه الكمية اللي تهزات عن طريق السلطة أين مصيرها؟ لإعدام؟ فين قرارات المنع؟ فين هما قرارات التأديبية؟ فين العقوبة الجزرية في حق الناس؟ لأن كنشوفوا اليوم واحد كيخدم من نيت وواحد كيخدم بفاسد، لا حنا بغينا نضربوا على يد من حديد لكل من سولت له نفسه في المنطقة ديال الحي الحسني. وهذا الشيء ما هي إلا نقطة من بحر ديال الفساد. هذا الدجاج اللي كيتباع الكرارس حنا نقطة جد مهمة، هذا تسمم. أين المراقبة؟ حنا غنعاودو نرجعو ونشوفو الدور ديال حفظ الصحة فينا هو؟ الدور ديال الشرطة الإدارية فينا هو؟ الدور ديال السلطات المحلية فينا هو؟ حنا كنشوفو دابا السلطات المحلية سبحان الله كتخدم من الصباح حتى الربعة العشية، والعشية والليل كامل ما كاينش اللي كينوض من النعاس. إذن السبعة والثمانية والتسعود ما كاينش، هذوك ما كيطبقش فيهم المواطنين، هذيك هي الذروة ديال الوقيته. علاش ما نطبقوش فيهم؟ علاش ما نحبسوهمش؟ علاش ما نراقبوهمش ونشوفوا المصدر ديال هذوك الناس اللي عنده كروسه كيبيع خان زبنين مثلا ولا سوسيس ولا هذاك، يعطينا الفاكتور واش خايدهم من السوبر مارشي ولا لا؟ ولا كخايدهم من السوبر مارشي راه كيبين، ياخذوا عينات ويشوفوا الفاكتور واش خايد ولا ما خايدش، ماشي تمشي تشري دجاجة بثلاثة دراهم وتجي تبيعها لي أنايا.